مشروعنا عبارة عن عربة ثلاثية مخصصة للمصعدين أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل في رجليهم مش بيقدروا يتحركوا بشكل طبيعي. احنا عاملين لهم العربة دي بيقدروا يتحركوا بيها لمسافات طويلة بتصل ل 55 كيلومتر في الساعة، بيقدر بيها ان هو يروح شغله يروح جامعته، بيقدر ان هو يتغلب على المشاكل اللي كان بيقابلها لما كان بيستخدم كرسي بالكهرباء والكراسي المانوال. العربة مزودة بنظام ستيرنج او نظام توجيه، راعينا فيه ان تكون استجابته عاليه وفي نفس الوقت يكون بسيط بحيث انه يقدر يتفادى اي مشكله بعد كده ممكن تقابل الشخص ده في الطريق. كمان الانظمه المسؤوله عن السرعه او الفرمله نقلناها طبعا للايدين بحيث ان الشخص ده مش هيقدر يستخدم رجليه. السيستم مزود بنظام سسبنشن سيستم، ده نظام تعليق بيبدا ان هو يتعامل مع المطبات اللي قابلها الشخص ده في الطريق، بحيث حتى يعني عندنا المشاكل في مصر مشاكل الطرق، بيبدا ان السيستم ده يتعامل مع المطبات اللي بيقابلها الشخص ده في الطريق ما تحسش الشخص ان في مشاكل بتقابله في الطريق. مبدا الحركه فيه بيعتمد على الكتريك موتور، بيبدا ان هو يستمد طاقته من البطاريات ومن الواح الطاقه الشمسيه. السيستم مزود بنظام طوارئ بحيث لو حصل فصل اجزاء كهربيه بيبدا ان هو يتحرك بيها عن طريق دراعات مثبته بجانب الكرسي، يبدا يحركها حركه مانوال، يبدا يتحرك بيها لاقرب مكان يبدا يشحن منه كهرباء مره ثانيه. احنا هدفنا من المشروع ده ان هو يكون او النموذج اللي يكون معانا دلوقتي يكون موجود لكل شخص فعلا محتاجه، نبدا ان احنا نوفره للناس باقل سعر وفي نفس الوقت احسن نموذج. دلوقتي احنا شغالين على تعديلات احسن من كده، نحاول نوصلها بسرعه اعلى من كده، نحاول نوصلها بشكل اعلى من كده بحيث انها توافق جميع الناس.